السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعليم راندا مع أم نعمة. اليوم إن شاء الله غنخدم معكم هاد الراندا ديال العقيق في نصف طوق. من بعد ما خدمت معكم هاد الراندا هادي راها نفسها، غير هادي درناها على طول جلابة، وهادي كاينة في نصف طوق. بزاف ديال الأخوات بغاو التطبيق ديال هاد الراندا، اليوم إن شاء الله غنديرها معكم، غير سمحوا لي إلا تعطلت عليكم. ومن بعد غندير معكم هاد الدورة ديال العنق اللي كنديرو تتجي على هاد الشكل، ما فيها لا فتحة لا والو، ما كتجي الفتحة لا لقدام لا هنايا في الظهر. غادي نبداو إن شاء الله دابا التطبيق ديال هاد الموديل في هاد التوب هذا. نبداو بسم الله. وما تنسونيش اخواتي اللي عجبكم الفيديو ضغطوا على زر الاعجاب، وشاركوا الفيديو مع الاخوات اللي مهتمات بالراندا وباغيه تتعلموا الراندا، واللي ما مشاركش معنا في القناه تشارك. مرحبا بكم كاملين في قناه تعليم الراندا مع ام نعمه. ملي كنسبقوا هاد المناقير كنثبتوا فيها الفنيته غير باش ما نخسروش الثوب. بالنسبه للحرير اخواتي غنخدموا بالحرير مبروم على ثلاثه الشعرات، والبرا غنخدموا بالبرا نمره 11 غير هي مع دغيا كتنا، من الاحسن نشريو جوجه ولا ثلاثه. العقيق غنستعمل هذا العقيق جوج الوان، العقيق النمره 3. صافي نبداو. اول حاجه راه قلنا كنسبقوا الملاقي هي الاولى، عاد كنتنيو الثوب. راني دايره معكم اخواتي الطريقه كيفاش نتنيو الثوب شحال من مره، غير رجعوا للقناه غتلقاو الطريقه كيفاش. وإلا ما فهمتوش شي حاجه ان شاء الله نزيد نشرحها لكم. نجيو لهنا لهاد القنيت هذا، نثبتوا الحرير. حنا مهبطن هاد الملاقيه بغير بضربه واحده، غنهز هاد العوينه ونجي لهنا، نديروا الزياده. انا قربت لكم اخواتي مزيان، واخا تبان لكم الخدمه غريضه المهم راها كتبان واضحه. دابا فين ما كنشدو في الثوب كنديروا الزياده، ندير الزياده من هنا. بالنسبه لهنا اخواتي ولو عندنا ثلاثه العوينات، ها وحده جوج ثلاثه. دابا نخلي وحده هنا والوسطانيه غنركب فيها عقيقه. هانتوما الى لاحظتوا هاد البره النمره 11 دغيا كدوز منها العقيقه، العقيقه النمره 3. صافي ننزل العقيقه لهنا، نخلي هاد العوينه هادي هي ديال العقيقه ونشد في هادي اللي حداها. نشد هنا في الثوب، ندير الزياده ونشد هنا هاد العقيقه من هاد الجهه، ونشد في الجهه الاخرى، نهزو هاد العوينه اللي خلينا هنا، نشد هنا في الثوب، نديرو الزياده ونركب عقيقه. هنا في الجنب راه كنخليو غير عوينه وحده، نخلي هاد العوينه ونشد هنا الوسط، نعاود نركب عقيقه. هاد العوينه راه ديال هاد العقيقه، غنشد هنا. صافي ونشد هنا في الثوب، ندير الزياده، وبنفس الطريقه غنضرب ضربه هنا وضربه هنا في هذه الجهه. كل عقيقه كنضربوا فيها جوج ضربات، غير هي كنضربوا وحده هنا وحده هنا. صافي وكنخدموا هاد العوينه اللي كاينه هنا في الجنب، نشد عاوتاني هنا في الثوب، ندير الزياده ونركب عقيقه. نخلي هاد العوينه ديال العقيقه ونشد هنا. صافي هنا الوسط غنضرب هاد العوينات، كيولو عندنا دابا ثلاثه، ونركب عقيقه. هاد العوينه ديال العقيقه غنشد هنا،
نشد في الثوم، نديرو الزياده، كل عقيقه نضربو فيها جوج ضربات. صافي هاد العوينات اللي الوسط كنخدمو فيهم عادي، هنا غنضربو جوج ضربات، نخدمو هاد العوينه اللي هنا في الجنب، نشد هنا في الثوب، ندير الزياده ونركب عقيقه. نخلي هاد العوينه ونجي نشد هنا ونخدم هاد العوينات اللي الوسط. دابا كيولوا عندنا خمسة، ها واحده جوج ثلاثة أربعة ها خمسة. نركب عاوتاني عقيقه، نخدم في هاد العوينه. بالنسبه لهنا اخواتي راه يمكن لكم ديروا القياس اللي بغيتو، كتبقاو غاديين بهاد الطريقه حتى كتكملوا القياس اللي نتوما بغيتو، عاد من بعد كتقطعوا الثوب. المهم انا غنزيد معاكم، نشد هنا في الثوب. لاحظتوا اخواتي ملي تكون عندنا العقيق كنبعدوا شويه الضربات هنا في الثوب، ندير الزياده بنفس الطريقه، نخدم هاد السطر العقيقه، نضربوا جوج ضربات. العوينات اللي هنا اللي الوسط كنضربوهم عادي، نخدموا هاد العوينه اللي بقات هنا في الجنب. بالنسبه لهنا اخواتي غندخل الخيط هنايا، صافي تساهله، غنركب خيط جديد ونرجع لكم. نجيو لهنا لاخر ضربه هنايا، نعاودو ندخلو في هاد العوينه. انا هذه هي الطريقه اللي كندير، كاين اللي كتجي غير لحداها وكتشد. المهم هاد الطريقه ما كيتحلش فيها الخيط، ونبقاو نجروا الخيط التحتاني باش ما تبانش لينا الخدمه، حتى نخدموا فوق هاد الخيط واحد شويه ومن بعد نقطعوه. صافي شديت هنا في الثوب وغندير الزياده. بالنسبه للحرير اخواتي نحاولوا ما تبرموش بزاف، حقاش الا برمتوه بزاف كيغلاض وما كيبغيش يدوز لينا من وسط هاد العوينه، ملي كيدوز كيتشنتف. انا حاولت هنايا ما نبرموش بزاف. صافي ندير الزياده من هنا ونركب عقيقه. هاد العوينه راه كنخليوها ديال العقيقه، وغنشد هنا في هاد الخيط هذا اللي فوق العقيقه. بالنسبه لهنا اخواتي هذا هو السطر اللي كنركبوا فيه اللون الاخر. ملي كيوليو عندنا هنايا الوسط سبعه العوينات، ها نتوما ها وحده جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه. دابا ملي ولاو عندنا سبعه الضربات غنضرب ثلاثه، واحد جوج ها ثلاثة. هذا هو القياس اللي خلينا هنايا ما بين كل سطر وسطر، خلينا ثلاثة ضربات. وبالنسبة لكم نتوما لا بغيتو تزيدو كتر زيدو، مهم هذا هو القياس اللي خلينا في هاد الشكل هذا. غنركب دابا عقيقة من لون لاخر، ضروري خاص اللوان بجوج يكونوا نفس النمرة. نخلي هاد العوينة ونشد هنا، حتى هنا خاصنا نضربو ثلاثة ضربات، واحد جوج ها ثلاثة. نركب عقيقة، نخلي هاد العوينة ونجي لهنا، صافي نشد هنا في الثوب، نديرو الزيادة وراجعوا مع هاد السطر عادي. كل عقيقه نضربوا فيها جوج ضربات. هاد العوينات اللي الوسط كنخدموهم عادي، نجي لهنا العقيقه نضرب جوج ضربات، وحده هنا وواحده هنا. حتى هنا غنضربوا جوج ضربات، صافي نشد هنا في الثوب، ندير الزياده ونركب عقيقه. نخلي هاد العوينه ونجي لهنا،
غنضرب 3 ضربات، 1 2 ها 3، نركب عقيقة في اللون الاخر، نجي لهنا نهز هاد الضربة هنايا ونركب عقيقة اخرى. غنبداو بحال هاد السهم هذا هنايا، بحال ملي كنبغيو نفتحو الكوزة، نخلي هاد العوينة لهاد العقيقة ونجي لهنا غنضرب 3 ضربات، 1 2 3، ونركب هاد العقيقة، نخلي هاد العوينة ونجي لهنا، نشد هنا في التوب وندير الزيادة ونرجع مع هاد السطر. كل عقيقة نهز زوج ضربات، وحدة من هاد الجهة وحدة من هاد الجهة، والعوينات الاخرين كنخدمو فيهم عادي. صافي نشد اخواتي في التوب، ندير الزياده ونركب عقيقه اخرى، نبقاو غاديين بهذه الطريقه. هنايا كنضربوا 3 ضربات ما بين كل سطر وسطر، نركب عقيقه في هذا اللون. هنا الوسط غنبداو نخدمه هنا في الراندا، في الاول ضربنا غير ضربه واحده، السطر الثاني غنضربو 3، نخلي هاد العوينة ديال العقيقة ونضربها 3 ضربات، 1 2 3، ونركب العقيقة الأخرى. نشد هنا في التوب وندير الزياده، صافي، ونرجع مع هذا السطر بنفس الطريقه. نشد هنا في التوب وبنفس الطريقة نديرو الزيادة ونركبو عقيقة، كنخليو هاد العوينة ونجيو لهنا، غنخدمو هنا 3 العوينات، 1 2 3، ونركب عقيقة في اللون الآخر، بالنسبه لهاد العوينات اللي غيوليو عندنا هنا غيوليو لينا 5، وحنا ما كندخلو اللون الاخر حتى كيوليو عندنا 7، 1 2 3 4 ها 5، نركب عقيقه، نخلي هاد العوينه ونجي لهنا، هنا كنخليو 3 ضربات ما بين كل سطر وسطر، نركب عقيقه، نخلي هاد العوينة ونجي لهنا، نشد هنا في التوب، ندير الزيادة ونرجع مع هاد السطر بنفس الطريقة. أخواتي أنا نحاول نسرع عليكم شوية الفيديو غير باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف، لأن ملي تيجي الفيديو طويل ما كيبغيش حتى يدوز لينا اليوتيوب. غنكمل أخواتي بهاد الطريقة، نكملوا اخواتي، انا راني بدلت الخيط. بالنسبه للقياس اخواتي، الا بغيتوا تحبسوا هنا تحبسوا، بغيتوا تزيدوا راه غتبقاو تزيدوا حتى تحدوا القياس اللي نتوما بغيتوا، عاد ديك الساعه تحبسوا الخدمه.
في الموديل اللي شفتو راه عندنا هنايا 10 العقيقات، يولو عندنا 10 جوج 4 6 8، باقا غنزيدو جوجات. نشد هنا في التوب، ندير الزيادة ونركب عقيقة. نخلي هاد العوينة ديال العقيقة ونجي لهنا، نخدم ثلاثة ضربات، واحد جوج ها ثلاثة، نركب عقيقة من اللون الاخر. ثم لاحظتوا اخواتي راه دغيا كدوز لنا العقيقة من هاد البرة النمرة 11. نهز هنايا في هاد الخيط، هذا هو السطر اخواتي اللي غندخلوا اللون الاخر ملي كنخدموا، حتى تيوليو عندنا هنا في هاد السطر 5 جوج 4 5، وكيوليو عندنا الوسط 7، غندخلوا العقيقه في اللون الاخر، غنضربوا ثلاثه ضربات، وحده هي هذه جوج ها ثلاثه، وغندير اللون الاخر. بالنسبه للقياس اللي غيكفينا ديال العقيق، راه حتى ملي غنكمل غنقول لكم القياس اللي خاصكم تشريو. انا دابا شريت العقيق وغنخدم نشوف شحال غيهز ليا. غنخلي هاد العوينة ونشد هنا، نضربو هنا ثلاثة ضربات ونركب عقيقة في هاد اللون، اللون ديال التوب. نخلي هاد العوينة ونجي لهنا، كنضربو ثلاثة ضربات ما بين كل سطر وسطر، نركب عقيقة في هاد الخضر. نهز هاد العوينه اللي عندنا هنا في الجنب صافي، ونشد هنا في التوب، ندير الزياده ونرجع مع هاد السطر عادي. كل عقيقه نخدمو فيها جوج ضربات، وحده من هنا وحده من هنا، والعوينات الاخرين كنخدمو فيهم عادي. نشد هنا في التوب، غنزيدو غير هاد السطر وصافي، غيوليو عندنا 10 جوج 4 6 8 ها 9. غنركب دابا هاد العقيقة الأخرى، نخلي هاد العوينة ونجي نشد هنا، واحد جوج ثلاثة، هذا هو القياس اللي خلينا نركب عقيقة في اللون الآخر. نخلي هاد العوينة ونشد هنا، نضرب ثلاثة ضربات ونركب اللون الآخر، نركب عقيقة هنا ونضرب واحد الضربة في هاد الخيط ونركب عقيقة أخرى. دابا يلا بغينا نديرو الفي في هاد اللون هذا، نخلي هاد العوينة ونشد هنا صافي، نضربها ثلاثة ضربات، نركب عقيقة في هاد اللون. راه ساهلة اخواتي الطريقة، والشكل راه تيجي الصراحة زوين، غير تبعوا مع الفيديو راه ساهل. من بعد ان شاء الله غنوري لكم القياس اللي غنديرو في الدورة ديال العنق. نشد هنا في التوب، ندير الزيادة ونرجع مع هاد السطر عادي.
صافي اخواتي، هذا هو القياس اللي عندنا هنا، راه نفس القياس اللي كاين هنا درناه هنا. هذه هي الطريقه كيفاش تبداو هنا في الفي. دابا غادي نقطع الثوب ونشبه ومن بعد نرجع لكم. قطعت الثوب ونشبته ونكمل معكم. دابا ملي تنكملوا القياس اللي حنا بغينا ما كنبقاوش دابا نزيدو، غنشد هنا في الثوب. دابا ما كنبقاوش نديرو الزياده، غنخدم هاد العوينه اللي هنا ونخدم هاد العوينه اللي كاينه هنايا، نخدم فيها ضربه. صافي دابا كنحبسوا هاد اللون هذا، ما كنبقاوش نخدموه، وغنكملوا الخدمه ديالنا في هاد العوينه. غنركب العقيقه في هاد اللون، نشد هنا الوسط، دائما كيبقاو عندنا ثلاثة ضربات، ونركبوا عقيقه في اللون الاخر. نشد هنا في هاد العقيقه، هنا الوسط غنوليو نخدمو الرانده. في الاول كنضربو ضربه، في الثاني كنوليو نضربو ثلاثه ضربات. نركب عاوتاني عقيقه، نخلي هاد العوينه ديال العقيقه ونشد هنا. هنا كنخدمو ثلاثه ضربات، نركب عقيقه في هاد اللون، نخلي هاد العوينه ونشد هنا. صافي نخدم دابا هاد العوينات كنكملوهم عادي، لحقاش هاد اللون سالينا منه، ما غنبقاوش دابا نخدمو فيه. صافي نشد اخواتي في التوب ونرجع مع هاد السطر. دابا هاد اللون راحنا سالينا منه، نرجع مع هاد العوينات ملي كنوصل هاد العقيقه. راه كنضربو جوج ضربات، وحده هنا وحده هنا في هاد الجهه. صافي نكملوا اخواتي السطر بنفس الطريقه. صافي نشد هنا في الثوب. هنا راه ما كنبقاوش نديرو الزياده، كنوليو غاديين بهاد الضربات مقادين. هاد اللون راحنا سالينا منه، دابا كنخدمو في هاد اللون. السطر اللي قبل من هذا ضربت 4 ضربات، دابا غنخدم غير 3 ونركب عقيقه. هاد العوينه غنخليوها ديال هاد العقيقه ونشد هنا، نضرب 3 ضربات ونركب عقيقة في هاد اللون الاخر. صافي كنخدم هنا ضربة الوسط، كنبقاو نخدمو حتى تيوليو عندنا 7. 1 2 3 4 5 حتى تيوليو لنا 7 العوينات الوسط، عاد كندخلو اللون الاخر الوسط. صافي نركب عقيقة، نخلي هاد العوينة ونشد هنا. نضربو 3 ضربات ونركبو عقيقة من اللون الاخر، ما بين كل سطر وسطر كنخليو 3 ضربات. صافي هاد العوينات اللي هنا غنخدمهم عادي، نشد هنا في التوب ونرجع مع السطر.
نشد هنا في الثوب، نخدم هنا هاد العوينات، كنبقاو نخدمو هنا اخواتي حتى كتبقى لينا هنا غير عوينه وحده، وكيولي عندنا في هاد السطر 10 العقيقات القياس. باش بدينا في الاول بدينا ب10، خاص حتى هنا يوليو عندنا 10. هنا يلا خدمنا 2 4 6 8، يعني باقي غنزيدو 2 سطوره. نخدم هاد 2 عوينات اللي عندي هنا ونركب عقيقه، نخلي هاد العوينه ديال العقيقه ونشد هنا، نخدم 3 الضربات ونركب عقيقه من اللون الاخر. بالنسبه لهنا الوسط اخواتي دابا ولاو عندنا 7 ضربات، 1 2 3 4 5 6 7. دابا غنخدم غير 3 ونركب عقيقه في اللون الاخر. راه هذه هي الطريقه اخواتي، غتبقاو غاديين غير بهذه الطريقه حتى تخدموا هذه الطلعه كامله. ومن بعد ان شاء الله اخواتي غنوري لكم كيفاش ندوروا الدوره ديال العنق، غنعطيكم بالعبارات والقياسات. دابا هذه الدوره ديال العنق راه عندي هنايا دايره ولكن راها صغيره، غادي ان شاء الله نعاودوا نفصلوا الدوره ديال العنق بالقياس اللي حنا بغينا باش نخدموا هذيك الراندة اللي شفتوا في القفطان بلا ما نديروا الفتحه ديال العنق. نكمل اخواتي بنفس الطريقه، كنخدموا 3 ضربات ونركبوا عقيقه صافي. وهاد العوينات اللي كيبقاو في الحاشيه كنخدموهم عادي. نشد هنا في الثوب ونرجع مع هاد السطر بنفس الطريقة. انا ركبت خيط جديد اخواتي، بغيت غير نوري لكم ملي غنكملوا هاد اللون الاخر، واخا غيجيكم فيديو طويل. نتمنى اخواتي تشوفوا الفيديو وتبارطاجيوه مع الاخوات اللي باغات يتعلموا الراندة. بالنسبه لهاد السطر بقات لينا غير عقيقه واحده، 2 4 6 8 10، وكتبقى لينا هنا غير ضربه واحده. ضروري خاصنا نمشيو على هاد القياس هذا. هنا في الجنب بقات غير ضربه واحده، وهنا في السطر عندنا 10 العقيقات. انا ركبت هاد العقيقه اللي بقات صافي. نجي لهنا نخدم هنا 3 ضربات بنفس الطريقه اخواتي، نركب هاد العقيقه، نخدم عاوتاني 3 ضربات بهادي اللي كنشدو الاولى، 1 2 ها 3، نركب هنا عقيقه في هاد اللون. هاد العقيقه راه النمره 3 اخواتي. نركب هنا عقيقه اخرى، نخلي هاد العوينه ونجي لهنا، نخدم هنا 3 ضربات ونركب عقيقه في هاد اللون. نخلي هاد العوينه ونجي لهنا، نخدم 3 ضربات ونركب عقيقه. نخلي هاد العوينه ونشد هنا، هنا كيبقاو لينا 2 ضربات ولكن راه ملي كنرجعو كنخدمو غير في ضربه واحده. نشد هنا في الثوب ونرجع في هاد العوينه، وهاد السطر غنرجعو عادي كيف ما وريت لكم في الاول اخواتي. كل عقيقه نخدمو فيها 2 ضربات، العوينات الاخرين كنخدمو فيهم عادي. العقيقه كنخدمو ضربه من هنا وضربه من هنا. هاد العوينات اللي الوسط كنخدموهم عاديين. بالنسبه لهنا راه حنا يلاه بادين هنايا كنحلو في هاد الفي،
نشد هنا في الثوب بالنسبه لهنا اخواتي. هادشي اللي بغيت نوري لكم. ملي كنكمل هنايا 10 العقيقات كنخدموا هنايا هاد العوينات عادي صافي، ما كنبقاوش نخدموا هاد اللون، كنحبسوه نخدموا هاد العوينات عاديين. كيجونا 4، 1 2 3 4، وغنخدموا هاد اللون هذا بنفس الطريقه كيف ما درنا هنا. ملي كملنا هذا بقينا كنخدموا في هاد اللون حتى جبناه، وفي نفس الوقت رحنا الوسط كنبقاو نزيدو فين ما ولاو لينا هنا الوسط 7 ضربات كنزيدو نركبوا اللون الاخر بنفس الطريقه اخواتي. غنستمروا صافي. دابا هاد الراند اللي بقات لينا هنا غنبقاو كل سطر ننزلوا فيها هذه، وهنا الوسط راه وقت ما ولاو عندنا 7 غنركبوا عقيقه جديده بنفس الطريقه اخواتي. كملوا غادي نطلعوا هاد الراندة كامله. من بعد اخواتي غنجي ندير لكم تتيمه باش نوري لكم الدوره ديال العنق. راه هذه هي الراندة كتجي على هذا الشكل، وهذه هي الطريقه انا درتها معكم. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم. ما تنساونيش اخواتي ديروا لايك للفيديو، واللي ما مشاركش معنا تشارك. مرحبا بكم كاملين في قناه تعليم راندا مع ام نعمه، وشكرا لكم. السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.